برنامجنا معني بالرياضات المجتمعية، الرياضات اللي ممكن كانت بداياتها بسيطة وعدد الهواة والمهتمين فيها قلال جدا، ولكن مع الوقت شوي شوي زادت أعدادهم وبدأ مجتمعهم الرياضي ينمو. خلينا نتعرف عليهم وعلى تحدياتهم والصعوبات اللي مروا فيها. معكم ريان عبد الواحد، رحالة وطبيب مهتم بكل ما يتعلق بنمط الحياة الصحي، بالذات الجو الاجتماعي الصحي. عادة إذا الواحد قال أبطلع أسوي رياضة، نتخيل الرياضة فيها حركة ومجهود جسدي عالي، بس في رياضات تعتمد على الصحة الذهنية، فودي أني أركز عليها شوي وأكتشف إيش اللي موجود في المملكة وكيف ممكن أنمي هذه المهارة. كش ملك، العبارة الأشهر لمحبي رياضة الشطرنج، والتي تعني نهاية المنافسة. وشطرنج هي لعبة استراتيجية يلعبها لاعبان على طاولة مربعة الشكل مكونة من 64 مربعا بأبعاد 8×8. يلعب الشطرنج ملايين الأشخاص في العالم، سواء المحترفين أو الهواة، ويشكل لاعبو شطرنج أحد أكبر الفئات الاجتماعية في العالم، وتبلغ حوالي 605 مليون شخص بالغ يلعبون لعبة الشطرنج بانتظام. تعتبر رياضة الشطرنج إحدى الرياضات المجتمعية السعودية لزيادة نسبة ممارسة الأنشطة البدنية إلى 40% من سكان المملكة بحلول عام 2030. وبجهود ذاتية من محبي هذه الرياضة الذهنية، تم إنشاء اتحاد الشطرنج في 14 أكتوبر 2017 لدعم الموهوبين من الجنسين ونقل اللعبة من الهواة إلى عالم أكثر إشراقاً نحو رياضة محترفة. الحمد لله لقيت جروب شطرنج في الشرقية، تعرف على بعض، يعلموني خفايا الشطرنج، فبإذن الله الأمور ترتبت، توكلنا على الله.